الحسنة لها نور، والسيئة عليها ظلمة. الحسنة تعمل ظاهرا وتعمل في الباطن، لأن هناك عبادات ظاهرة وهناك عبادات باطنة. والسيئة أيضا تعمل في الظاهر وأيضا تعمل في الباطن. والله سبحانه وتعالى خلق ملكين، ملك موكل بكتابة حسناتك وملك موكل بكتابة السيئات. كل إنسان جعل الله عليه شاهد قريب سبحانه وتعالى. الحسنة التي نعملها نحن تكتبها الملائكة. كل شيء، كل حسنة، لو ذرة من الحسنة، لو تكلمت قبل أن تقول بسم الله كتبت الملائكة. صغير وكبير كل تكتبه من الحسنات، وكذلك السيئات. لكن من كرامة الله بهذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك عندما تعمل الحسنة الملائكة تكتبها مباشرة، ولكن عندما تكتب السيئة هؤلاء الملائكة ما تكتب السيئة مباشرة، تنتظر كما جاء في الحديث ساعات لعلك تتوب، لعلك تستغفر، لعلك تندم وترجع. إذا تبت واستغفرت خلاص ما تكتب حتى يوم القيامة، ما ينفخ المسلم لكي يستره الله. الحسنة تكتب بعشر أمثالها وبسبعمائة وإلى آخره، والسيئة ما تكتب إلا سيئة. هذا إذا كانت الحسنات والسيئات ظاهرا. أما إذا كانت في الباطن، هناك حسن الظن حسنة في القلب، سوء الظن سيئة في القلب. كيف سيعرف هذا الملك أنا عملت حسنة في الداخل؟ قال العلماء إن للحسنة نورا. هناك قياس عند الملائكة، ما رأى منك في جوارحك تعمل حسن، لكن خرج نور منك. كتب هذا الملك أنت الآن في عمل صالح. ولو عملت السوء في قلبك، حسد، سوء ظن، حقد في القلب، كراهية، خرجت ظلمة. بعض أهل العلم قال خرجت منه رائحة نتنة ما يستطيع يشمها الإنسان، فكتب هذا الملك أن هذا عمل سوءا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أحصاه الله ونسوه. كل شيء كتبه رب العالمين، وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو أن الله ما يحاسبك، لو أن الملائكة ما تحاسبك، بمجرد أنت تقرأ فعلت الندم الذي سينال من الإنسان كفيل بأن يكون عذابا منك.